للمرة الأولى بعد وباء كورونا يقام حفل افتتاح مهرجان الشباب لكنائس الإسكندرية. افتتحوا نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، وأضاء شعلة المهرجان بالكاتدرائية المرؤوسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية بحضور شباب وشابات الكنائس. ابتدينا مهرجان الشباب، ومهرجان الشباب ده مؤثر جدا في كتير من الشباب اللي هو غاوي انه يعمل دراسات ومسابقات واعمال فنية. المهرجان عندنا بيتقسم لحاجات كتيرة، من ضمنها برنامج روحي، برنامج فني، برنامج ابداعي، برنامج تكنولوجي، برنامج خاص بالالحان ودراسة الكتاب المقدس. كل الكلام ده السنة دي احنا واخدين خط اللي هو الخط الروحي الاكتر شوية، بحيث انه الشخص مش ممكن هتعدي من الحاجات دي غير لما تعدي من الناحية الروحية. والمرة دي عاملين في الناحية الروحية حاجة جميلة جدا للشباب، ان هم يقوموا بخدمات مجتمعية للمجتمع ويحس بدور ليه جوه أماكن بتاعة أيتام أو دار مسنين أو مستشفيات أو مشردين أو بحس إن الشباب دول يحسوا كمان ليهم دور. السنة دي يعتبر السنة 28 في مهرجان الشباب بعد توقف كان فيه سنتين بتوع الكورونا. أي احنا لبسنا ان الشباب مهتم قوي بالمهرجان السنة دي، لأنه هو يعني المهرجان بيعتبر نافذة يقدر ان هم يطلعوا منها الطاقة ويطلعوا منها الوقت الصيف، يبقى وقت طويل فاضي محتاجين ان هم يستثمروا الوقت دوت في خدمة ربنا او ان هم يتعلموا مهارة جديدة او يستفيدوا من الوقت بتاعهم في القراية او في الأنشطة. يعني المهرجان بتاعنا بيتقسم لكذا نوع، بنتكلم مثلا في الفنون المسرحية كل انواعها، وعندنا كل ما يخص الموسيقى، كورالات، أداءات فردية، عزف، أداءات جماعية. عندنا فنون تشكيلية كل ما يخص الرسم والفنون دي، وجزء الأدبي بيخص المقالات والكتاب، كل أنواع الكتابات. نعمة ربنا المرة دي المهرجان مختلف بالنسبة للمسابقة الروحية، مش بس امتحانات ومنافسات ما بين الكنائس، لا احنا حبينا ننشط الجزء الروحي بطريقة تانية عن طريق اللي احنا بنستخدم الليتورجية، فعملنا بعض الأنشطة على هامش المهرجان الروحي اللي هتأهل بعد كده ان الفرق تكمل في المهرجان الروحي. وطبعا ده بدعم نيافة الأنبا بافلي، وكان مشجع جدا للفكرة دي ان احنا ما يبقاش كله امتحانات ومنافسات، لا يبقى فيها جزء في عمل رحمة، في حضور قداسات، في ازاي يعملوا برزنتيشن على حاجة صغيرة تخدم اجتماع الشباب ويقدموها بالطريقة اللي هم عايزينها، ان كان الطريقة دي باوربوينت او يسجلوا فيديوهات او يسجلوا حاجة بصوتهم او يعملوا حاجة مبتكرة جديدة، فكل ده كان بيشجع. فرحانين جدا ان المهرجان رجع تاني، بقالنا سنتين من غير مهرجان. من زمان متعودين ان احنا ندخل المهرجان سواء كورال او روحي، ويعني مش عايز اقول كده يعني ان كنيستنا مشهوره فعلا ان هي بتاخد الدرع الفني سواء كمسرح او كورال، واحنا فخورين جدا ان احنا هنرجع تاني بجد. يعني في اشتياق جدا ان المهرجان يرجع، خصوصا ان احنا بقالنا فتره كتير قوي، السنتين بالظبط سنتين بتوع كورونا كان المهرجان، وكنا خارجين من ثانويه عامه لسه يعتبر داخلين المهرجان، ففعلا الشباب في اشتياق ان هو يرجع المهرجان تاني، وكنيستنا محتاجه ده، محتاجه ان الشباب يرجعوا ويشاركوا في المهرجان تاني. السنتين الاخرانيين عشان كورونا وكده فما كانش في حفلات افتتاح، السنه دي الشباب ما يعني كتير بييجوا ومتحمسين جدا للمهرجان وفرحانين ان في مهرجان، ان شاء الله تبقى سنه كويسه عليهم وتبقى اخر يعني السنين اللي الناس ما تقدرش تشترك في مهرجان او في حفلات عشان الكورونا، يا رب يستفادوا روحيا. شهد المهرجان مبادرة هي الأولى من نوعها، لأن الأنبا بافلي أقر شرط جديد في دخول مهرجان الشباب الكنسي بالإسكندرية، وهو أن الفرقة تقوم بأعمال رحمة وخير للاشتراك في المسابقات كجانب إنساني يعلم الشباب صنع الخير ويخدموا به الآخرين، وده بيخلي المهرجان يتجاوز الجانب المعلومات المعتاد من حفظ مواد وامتحانها فقط.